نحن في الواقع الشيعي، في واقع المؤسسة الدينية، هذا ما لمسته أنا ابن هذا الواقع الشيعي، وما لمسته عن قرب. واقعنا الشيعي يدار في ضوء حزمة من الأعراف والقوانين التي هي دينية ولكنها عشائرية في الحقيقة، مع حزمة من أنظمة علاقات المافيا. بالضبط هكذا، هذا هو الواقع الذي لمسته أنا بيدي. سيقولون ما يقولون، لا أبالي، ولكن هذه الحقيقة. الأعراف التي تحكم الواقع الديني ما هي بأعراف دينية مثل أعراف العشائر. أعراف العشائر أعراف مقدسة عند العشائر، لو سألتهم من أين جئتم بها لا أعلم. ربما البعض منهم يحفظ حكاية عن أحد أجداده، ومن هو؟ رجل أمي جاهل، حدثت معه قضية وفي وقتها حكموا بهذا الحكم، وصار الحكم جاريا إلى يومك هذا، اضطر المراجع بعد ذلك الآن أن يوافقوهم عليه. أحاديث أهل البيت ما يقبلونها. رجل أمي جاهل لا ندري من هو أصلا، ربما لا يعرف يتطهر، ما كان يصلي، طيح وقالفت مرة من المرات وحكموا بثانية من السواني على طيحة العقال، وثبت الحكم إلى اليوم، والآن المشاكل ما تنحل إلا بهذه الطريقة، ولذلك اضطر المراجع أن يفتوا بأن الأحكام الجارية في حلول العشائر أحكام صحيحة وتنفذ، ورواية أهل البيت طرحت جانبا. بالضبط، نحن عندنا قواعد وقوانين في المؤسسة الدينية، في الجو الديني، لو بحثت عن أصلها لا أصل لها، لا أصل لها، لا أصل شرعي ولا حتى أصل ذوقي ولا أصل عقلي ومنطق، ولكن الويل لمن خالفها، الويل، الويل لمن خالفها. هي عبارة عن حزمة من القوانين والتقاليد والأعراف التي هي كالقوانين والأعراف والتقاليد العشائرية، غاية ما في الأمر تلك ينفذها شيخ العشيرة، هذه ينفذها المرجع والعالم والوكيل، تصاحبها حزمة من العلاقات التي هي كعلاقات المافيا. وهذا الكلام الإمام الصادق قاله، لست أنا الذي قلته، في تفسير الإمام العسكري، إمامنا العسكري ينقل عن إمامنا الصادق نفس هذه الرواية. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، في نفس هذه الرواية الإمام يتحدث عن بعض مراجع التقليد السيئين عند الشيعة، فيقول أنهم يعاملون الناس بهذه الطريقة، يهلكون من يتعصبون عليه، الذي يتعصبون عليه لا يوافقهم، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز أهلا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له، من هو من أتباعهم، وإن كان للإذلال والإهانة أهلا. هذه مافيا؟ مافيا، المافيا هكذا تعمل، المافيا هكذا تعمل. أعضاء المافيا ينصرون، يدعمون على أي حال. المعادي للمافيا يضرب، يقتل على حق، على باطل، على أي شيء خارج المافيا. هذا هو الذي يجري في الواقع الديني، وهذا الذي يجري بالنسبة لي أنا، لمسته وعايشت هذا الأمر ما يقرب من 40 سنة، لمسته بيدي. لذلك أقول القضية حين أذهب إلى الأعراف والتقاليد الموجودة في الجو الديني هي مثل الأعراف والتقاليد العشائرية، حين أذهب إلى منظومة العلاقات وتوزيع المناصب والمقامات فهي كحال المافيا، مثل ما يقول إمامنا الصادق، أنه يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز والإكرام أهلا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإهانة والإذلال أهلاً.